يا نهار اسود. سلمى عاوز اقول لك على حاجه، الموضوع ده قفلي خالص، مش عاوزين شغالات عندنا خالص، احنا كده الحمد لله ومبسوطين، صح؟ ايوه مبسوطين الحمد لله والله. وما تزعليش مني يا حبيبتي. في ايه طيب انا زعلانه؟ في اي حاجه يعني، وعاوزه اي حاجه قولي لي. حاضر يا محمود والله انا اصلا ما بزعلش منك في حاجه. ربنا يخليك يا حبيبتي. بابا طيب وجميل، بابا طيب وجميل، بابا طيب وجميل، بابا طيب وجميل. زعلت مني يا بابا؟ حد زعلان مني؟ لا طبعا يا بابا نزعل منك. يلا اطلعي هنا، يلا اطلعي، يلا فيروز. واحدة واحدة، يلا 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 بينا. يا نهار اسود، بس يا غزة، بس يا غزة هعمل ايه يا عم؟ ما تضحكش يا محمد عليها. محمد طورت والله، والله طورت في يا سلمى. هيا اوعى يا غزة، اوعى. انا كنت عايزة انزل والله، هي تعبانة من الصبح يا جدعان. الف سلام عليك يا سلمى. خدي في ايه؟ مالك فين؟ خبطت يا جماعة، شعر عليها دي، انا اخد شعر. لا شبه امك 20 سنة، فاكر وقعت معمورة؟ الف سلام عليك يا سلمى. هل تحبها وكده يا حبيبي؟ يا حياتي يا حنين. ايوه يا سلمى. الف سلام عليك يا سلمى. سلمى وقعت شبه شوال البطاطس. اخر مشهد في اليوم اصابه، اخر مشهد في اليوم اصابه. والله ما كنت خلاص يا حوده، خلاص في ايه؟ طب ما اشوفها حوده مصدق. وين يا سامي؟ خبطت فين يا سامي؟ انت رجع وين كده؟ استغرب حوده، انا بصور ما لقيتش موجعها في الكاد. قلت واحد فين؟ اقسم بالله والله العظيم انا قلت خلاص انت قومي انت وقعدي قعدي غزاكي. استنى، ما كنتش عايزه تنزلي؟ والله العظيم البس الصندوق. طب وين دماغك كده؟ وين دماغك؟ ما هو اقسم بالله تلاقي فيها دم ولا حاجه. دم يا بنات بتاع دماغي. يلا بينا. روح لا ما تمشيش. يلا ماشي. سلمى جامده صح؟ حودة حبيبي. حودة بس انت فيك حاجه صالح. عصير قصب. اه من هو ده؟ اه
عصبي يا ابني، ده ايس كريم يا صالح، مش جاتي يا ابني عصير قصب، تشتغلنا يا صالح. هجيب لك اللي انت عايزه. بص يا حبيبتي، عايزين اتنين عصير قصب والنبي. فين الفلوس؟ اعمل ايه دلوقتي؟ حبيبتي لو سمحت. نعم يا عمو بس. عايزين اتنين عصير قصب لصالح. نقي يا حبيبي القصب اللي انت عايزه. ايه يا عمو بس؟ ماشي يا حبيبي، خد اللي انت عايزه. اعمل ايه دلوقتي؟ بابا لو عارف مش هيسيبني. حبيبتي لو سمحت. نعم. في ايه يا حبيبتي؟ بس واحدة واحدة فهميني كده. يا عمو بس يا عمو، هنا كان في فلوس كتيرة قوي يا عمو، هي بين يا ضاعت يا طارت، مش عارفة ومش عارفة هي فين. ده بابا لو عارف والله يعمل لي كفتة. أنا مش عارفة هي فين. طب بص يا حبيبتي. نعم يا عمو. واحدة واحدة كده. ايه؟ الفلوس دي كانت ياما يعني؟ أيوة ياما جدا، كتير يا عمو. طب بص يا حبيبتي، تتكلمي بجد؟ والله يا عمو هزر ليه يا عمو؟ طب لو انت يا حبيبتي بتتكلمي بجد، اقل حاجه. بص يا حبيبتي، في كاميرات هنا. ايوه في كاميرات، بس هنعمل ايه يعني؟ بص يا حبيبتي، انت هتطلعي الدور الثالث هنا عند استاذه ندى، تمام؟ هتقولي لها انا جاي لك من طرف عم احمد ابو صالح. ابو صالح؟ ايوه. ماشي. الكاميرات دي بقى يا حبيبتي هتجيب لك الفلوس وقعت منك امتى؟ شكرا يا عمو، بس اقول لك على حاجه يا عمو، فلوس كتير قوي بالباتينات والخمسينات، كتير قوي. اطلعي لها وباذن الله هتلاقي فلوسك راحت فين ولا ضاعت فين. ماشي شكرا يا عمو. طب استني، طب هحاسبك تاني. اه ماشي. الفلوس نسيتك يا حبيبتي. انا ناخده اتنين. ماشي. عاملين كام؟ الواحده ب 20 جنيه كده. 40. 40؟ اتفضلي يا حبيبتي، 100 جنيه وخلي الباقي علشانك. لا يا عمو والله شكرا يا عمو. مش تاخد يعني الباقي علشانك؟ لا يا عمو والله يا عمو انا مش بشحت يا عمو. شكرا. 60 جنيه؟ شكرا يا عمو والله. طب اتفضلي يا حبيبتي، 40 جنيه اهو. ماشي يا عمو شكرا. صالح. شكرا يا عمو. تسلمي يا حبيبتي. ربنا يسهل حالك يا عمو. بص عايزك تشرب القصب كده وتبقى برهان. ادي اشرب يلا عصير قصب يلا. انت لا عايز مشكله؟ لا انا مش فاهم، انا دماغي طالعه لمين؟ انا تعالى. انت مشكله انت بس. صلوحة عصير قصب. حلو عصير قصب. حلو عسكري. بس حاج استنى معلش، هنجيبه حتة سلمة في الفيك صورة. اسمه ايه ده صالح؟ عسكري. ايس كريم ولا ايس كريم؟ ادي لحمة، ادي لحمة، ادي لحمة سلمة، ادي لحمة. مش عايز تحط في التلاجة يا ابن حمد؟ ده التلاجة سلمة. يصور بيه بقى كده. خده الدهون. يا صالح عصير، عايز تاخدها خالص بس يا صالح. سيبها يا صالح عشان احطها في التلاجة والله. ماشي ولا عاوزها؟ عاوز. خدها. طب حطها في الفلوس. ماشي. يا اخي العادة في تصوير النهاردة. صاحبي. اه فين يا صالح؟ فين يا صالح؟ فلوس كده؟ بص ها، سيب 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 كل حاجه. بص كده، بص هناك كده هتتحرك كل ده. مين عمو ده؟ مين اللي قلتها؟ مين اللي هناك؟ هنعملوها صامت اصلا. ماشي. هو جماعه ماما، يلا تيجي لي ماما. يلا مين اللي هناك ده؟ ماشي. تيجي ماما. بص كده، بص يلا اسمعني. اوكي جماعه، واحد اثنين ثلاثه. تحدي، هو مين اللي هناك ده؟ لا يا طنطا معرفوش. ما تعرفوش؟ ماشي يا حبيبتي، بس خلاص مش هشتري ايس كريم بقى. ليه يا طنطا؟ بس يلا بينا. خد فلوس هنا احسن في الثانيه. اه ماشي يلا. يلا بينا كله فوق. ماشي. اما هذا الايس كريم ده حمى فوق، حمى في الثاني. انا ماسك الكاميرا. هات بقى. ايه ده؟ لا يا حبيبي.